السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي إخواني متتبعي هذه القناة، مرحبا بكم في أولى حلقات برنامج تجارب بوليسية مع العميد الإقليمي عامر محمد عامر. أول قضية في هذه السلسلة ديال هذه الحلقات هذه قضية أثرت فيها بزاف، قضية مؤثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قضية كتتعلق بواحد الشاب في العمر ديالو 24 سنة، توفى الأب ديالو، خلا غير هو الأم ديالو. عندهم واحد السكنة، واحد الدار سفلية ساكنين فيها. هاد الولد هذا كان كيقرا، فشل في الدراسة ديالو. ملي فشل في الدراسة ديالو توجه أنه يتعلم حرفة من الحرف، دخل كيتعلم كمصلح ديال الأجهزة ديال التلفازات والراديوات، المسائل الإلكترونية. تراسل مع شي مدرسة، لا داعي باش نذكروا الاسم ديالها، هذيك المدرسة دار معاهم ديكور، دار معاهم دروس، تمكن باش يحصل على ديبلوم، طور النشاط ديالو وتعلم شويه ديال لي زورديناتور الحواسيب، ولا كيطير فيهم لا سواء في الاصلاح ولا مبرمج دري ذكي كيتمتع بواحد الذكاء خارق، لا في الاصلاح ديال الاجهزه ولا في البرمجه. هذا الولد هذا كان عايش هو امه امراه كبيره، امراه عجوز، المدخول اللي كاين ديال 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 السيده خلال راجلها واحد المبلغ قليل بزاف، ما يغطيش الحاجيات ديالها، تقريبا شي فلارتريت خلاو لها شي 600 درهم في الشهر، عايشه هي والدري، خصها تخلص منها الموضوع، خصها تاكل منها، خصها تداوى منها امراض المزمنه. كتعرفوا دابا بين الناس الكبار السكر والطونسيون راه متلازمان عندهم. المهم هذا الولد هذا كان ولد مربي تربيه حسنه، كان كيخدم كيقوم بالاصلاح ديال الاجهزه ديال التلفاز، حواسيب، كيبرمج برامج لبعض الشركات، كيصور كما كنقولوا الطرف ديال الخبز ديالو باش كيعيش هو وامه. امه مع كبرات في السن عرضت عليه انها غادي تزوجو ويسكن هو ومراته. فعلا ما قدرش يخسر لمو، تزوج. في الشهر الاول خرجت المرأة كانت حاملة، بدات البوادر ديال الحمل ديالها، العيالات راه كيعرفوا هاد الامور هادي، وترجر راهم كيعرفوها، لو حامل مسائل الى اخره. الدري عنده طموح انه يعيش عيشة مزيانة، المدخول اللي كيصور ما ناقص ما كاينش، يصور واحد النهار 50 درهم 100 درهم، بعض المرات ما يصور والو. المرأة خصها تاكل، خصها تشرب، خصها تلبس، داكشي ما قدرش يتحملو، خصو يقلب باش يحسن الوضعية الاجتماعية ديالو. اش غادي يدير؟ جمع شي فلوس، دبر له واحد 1000 درهم، كيجمع حتى ولات عندو 1000 درهم. 1000 درهم ماشي شي حاجة كثيرة، خلى 600 درهم لمو والمرأة، قال لهم هاكم تصيروا، وكذب عليهم قال لهم أنا غادي خدمة غادي نمشي نخدم في مراكش، غادي نتنقل لمدينة مراكش باش كاين واحد الخدمة. ممكن تستغرق سيمانة شهر، المهم نمشي نقلب على الريال كما تيقول. هاد السيد هذا خلال فليسات لدارهم قال غادي يتحرك، مشى لمدينة الدار البيضاء، شد الكار، مشى لمكناس، ماشي لمراكش، مشى لمكناس. مكناس بغى يضرب يمشي لفاس، من تما يمشي في نفس الوقت يمشي لمولاي يعقوب سيدي حرازم، وغادي وكي يقلب على فين يخدم. وصل لمدينة مكناس، بقى كيتسارى،
ما لقى ما يدار، داز لواحد الهومة كيلقى فيها واحد السيبر، سيبر هو كان مضروب على لي زورديناتور ولا الانترنيت، بغى يدخل يتكونيكتا شويه، وفي نفس الوقت لقى الخدمه. وقت اللي دخل لقى داك السيد داك مول السيبر ماشي سي سيبر اللي هو كبير بزاف ولا مجهز، فيه شي خمسه ديال لي زورديناتور، والحاجه الوحيده اللي كيعيش بها داك السيد هو انه كيشارجي التليفونات دوك لي ريشارج ديال لي كارت سيم، ودير داك لي فوتوكوبي. هادو هما باش خدام، هادو هما باش خدام. مدخول كيتركز على هاد الامور هادي. بالنسبه لدوك لي زورديناتور خاسرين ليه، هو دخل بغا ياخذ فيه اورديناتور فين يخدم، قال له دير خاسر لي واحد ثلاثه، راه كاينين اجر لي خدامين، ثلاثه هم خاسرين، انت كتشوف الناس جالسين فيهم. دخل في حوار مع داك السيد، جذبوا اطراف الحديث كيتكلموا، قال له دير كانوا خاسرين صوب، قال له دير كاين واحد التكنيسيان اللي صوب، قال له دير انا تكنيسيان، رانا تقني، رانا من جديده وكذا، وهذه كنقلب ليك على خدمه، عندك طورنو في سبانس كذا، هذه ديك الماتيريال، قال له كاين موجود شي ماتيريال، كان عنده شي ماتيريال خادو من عند واحد جارو، جابوا ليه حل، صوب الاول صوب الثاني صوب الثالث، مسائل بسيطه، قادهم شعلهم خدامين مزيان. دار في السيد قال له دابا خوتا ملي كتعرف هادشي كنا تخدم معايا، قال له ودي ما نقدرش نخدم معاك دابا حاليا، علاش؟ لانني جيت نخدم عندك انا اولا براني على المدينه، ثانيا خصني السكن، ثالثا اش غادي دير معايا؟ انا دابا اليوم في الليل ما نقدر نمشي نبات في الاوتيل، خصني على الاقل واحد 300 درهم ما بين عشاء وطيل عادي، خصني 300 درهم وهي اللي كدور في راس مالي، وما لحقاش كاع شي 5200 اللي بقات عندو. اش غادي نديرو دابا؟ قال له ما مرحبا تخدم معايا، نعطيك السده، كاينه السده فين تنعس، نجيب لك الفراش وانت غادي تريح اخويا تخدم معايا هنا، ما كاين حتى مشكل، دير لي على الريباراسيون، وفي نفس الوقت ملي نخرج انا كاع انت تقابل لي المحل. قال لي صافي ما كاين حتى مشكل، عطاه السده ولا كينعس فيها، دري بدا خدام. ملي كتوقع شي بان في شي اورديناتور كيصاوبو كيصلحو، الفوتوكوبي طاحت لي واحد النهار اون بان صاوبها، اذا هذاك مول المحل استفد منه بزاف، استفد منه. شي نهار عن طريق الصدفه هذاك السيد شي ورقه بغى يصوب بحالها، قالها له، قال له دير كدير تلا بروغراماسيون، قال له هاد الورقه نصاوب لك ختها، عطاه هذيك الورقه سكانها قاد الى اخره، خرجت وكانها ورقه اصليه. المشكل اللي كاين هو ان هذاك مول المحل واحد النهار قال له دي واحد الكارت غريز ضاعت ليا وانا ما لقيتش كي ندير ليها وانا كذا وانا كذا، قال له نصوبها لك نصوبها لك، ولكن في اطار التجربه غادي نجرب لك وتشوف، هاكا تستعملها سير دير ديكلاراسيون دو بير ديالكم، دير واحد الشهاده ديال الضياع وسير صوبها في سيرفيس دي مينوت هنا، ما كان هذه الحاله، المهم انا نصوبها لك، ولكن خصني واحد النوع ديال البابيي وكذا وهادي الى اخره. قال له عطيني شنو خصك، كذا كذا كذا، خصني واحد اللوجيسيال انا غادي نمشي ندخل باش نتيلي شارجي ونقادو، وخصني واحد واحد النوع ديال دوك لي زامبريمونت، كسا لي زامبريمونت لازير ما كاينينش، خصني امبريمونت لازير كولور وغالي. الاخر مشى جاب امبريمونت لازير، جاب لي ديك داكشي كلشي اللي بغا، دخل السيد صاب الكارت غريز قادها، دخلها للبريمونت تيرات، خرجت وكأنها كارت غريز حقيقية حقيقية، عرا صوب لي هذيك الشهادة ديال الفحص التقني، شهادة الفحص التقني هي تصوبت بنفس الطريقة، ما تفرقش ما بين الأصلية والمزيفة،
كان كيدور معاه شويه ولا كيزادوا شويه في زادوا شويه في المنطقة 100 درهم في النهار ولا كيعطي 200 درهم 500 درهم 1000 درهم الدري فرحان كيصيفط للمرأة باش تعيش هي هي امه تيقول راه الامور عاديه فإذا به من بعد توالي الأيام كثروا عليه الكارت كريزات وكثروا عليه الأوراق دخلوا الشك غادي يكتشف عن طريق الصدفة أن الأمر كيتعلق بعصابة إجرامية كتزور الوثائق ديال السيارات خاصة السيارات ديال دوك المحلات اللي كيكريو السيارات محلات كراء السيارات السيارة كتكرى كتسرق كتجي كتبدل لها كلشي الاولى الثانيه الثالثه في جميع المدن تقريبا فاس مكناس فسله الرباط دار البيضاء جديده نيت وتخلع ملي عرف راسو دخل لواحد الشبكه اجراميه تخلع ولا باغي ينسحب واحد النهار جا عند السيد قال له ودي ما بغاش زعما يعيق لي قال له ودي اعطيني شي زعما دور شي ريالات وتمشي نشوف الوالده المراه راه حامله راه قريبه تولد بدا وهذه راه قال له لا ما تمشيش ما قعدنا الخدمه هنا لا ما تلا قال له واحد القضيه جوج الحوايج تبقى معنا هنا تبارك الله ما تبقاش معنا راه لا مراه لا امك لا انت فبدرت هدوه مباشره بالتصفيه ديال امه ومراته ديالو هو يصفيهم ثلاثه لان عرفوه بانه عرفوه من المحل بانه عاقب بالامور كيفاش دايره دازت واحد اسبوع تقريبا ايام السيد هو جا لعندو من المحل قال له بغا تمشي تشوف داركم ما كاين حتى مشكل انت خدام معنا وكذا وهذه الى اخره راك عرفتي دابا الامور كيفاش دايره راك غتستافد معنا ماديا انا بغيت تمشي دابا التعليمات اللي عندي هو انني نديك نوصلك الجديده تشوف داركم ونبقى معاك ترجع انا وياك الدري كان ذكي كان ذكي جابوا سيد الطوموبيل دوز من هنا دوز من هنا دخل واحد الدرب هذاك الدرب كيبان لنا ما كيخرجش ولا كيكون واحد الزنيقه صغيره واحد الحوايج كينقزوا ويخرج درب اخر وقفوا تما قالوا تسناني انا جاي دخل مشى مع ديك الزنيقه نقز زاد بحالاته هذاك بقى كيتسنى شافوا هذاك ما رجعش عرفوا بانه سلف ليه شط الطوموبيل ورجع بحاله وكان موت متيقن بان الاخر ما يقدر يقول ولا قال شي حاجه راه غادي يمشي حتى هو للحبس الدري جا بقى كيدور شاف دارهم مو شاف المراه بقى لها شي حاجه قليله وغادي تمشي تولد ما قدش يقول لهم حتى حاجه وخاف خاف لانه ولا دابا مسؤول على ابن غادي يتزاد ولا ابنه فكر باش يتشلل كما كنقولوا يشلل راسو من هادشي لان اول مهدد ممكن يجيو يقلبوا عليه في الجنة يقتلوه هو امو ومراتو بزاف ديال الامور بزاف ديال الاحتمالات اللي دارت ليه في راسو الحاجه الوحيده اللي فكر فيها هو انه يمشي يبلغ ما مشاش بلغ عند البوليس لان مشى بلغ عند البوليس غادي يشدوه لا رجع للمكناس غادي يعتقلوه فكرت عيا قال غادي نمشي للمحكمه توجه لمحكمة الاستئناف ربط الاتصال بالوكيل العام شرح ليه الامور عيطوا على البوليس جاو شدوه اعتقلوه تم الاعتقال ديال المعني تم الاعتقال ديال المعني بالامر من بعد الانتقال لمدينه مكناس هذاك السيد موت سيبر تهز بدوك الوسائل اللي كانت عنده وتلقاو عنده شي اوراق مزيفه ديال السيارات الى اخره وشي اوراق ديال السيارات ديال الكراء محطوطين تما باش يعاودوا يتصاوبوا ورا واحد جوج صحابو كاينين في مدينه فاس مشاو تهزو تا هما المهم شبكه فيها شي 12 واحد لكن الغريب في الامر هو ان هذا الولد هذا اللي كنا كنهضروا عليه في الاول مشى للمحكمه وقاتل يتقدموا بتكوين عصابه اجراميه والتزوير والاستعمال ديال الى اخره
فإذا به يحاكم، تصدر المحكمة في حقه عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات، 8 سنين. هذا ماشي مجرم، ماشي مجرم السيد هذا، كان يقلب باش يحسن الوضع الاجتماعي ديالو، ولكن غلط 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 غلطة كبيرة. وكما تيقولوا المغاربة، ندخلوا شوية في الهضرة ديال الدارجة ديالنا هنايا، كما تيقولوا المغاربة فالطة بالكبوط، غلط غلط ديرو فين دا، بغى يحسن الوضعية الاجتماعية ديالو، ولكن مشى في واحد الاتجاه اللي ماشي صحيح، في حين أنه كانت عنده إمكانيات أنه يمشي بعيد. وهنا كيتطرح واحد التساؤل بسيط، لا المغاربة كاينة كفاءات، كاينة كفاءات، كاينة عندنا كفاءات، كاينة عندنا عباقرة، ولكن للأسف ما كيتمش الاحتضان ديالهم، ما كيلقاوش اللي يحتضنهم. وهاد الدري أنا كنت كنسميه عبقري، علاش؟ لأنه كان كيصوب كل شيء. من ضمن الحوايج اللي غادي نحكي لكم هو أنه شركة كبيرة، شركة كبيرة، دوك الشركات الكبار، العمل ديالها كله خدام بالحاسوب، عندهم حاسوب مركزي، يونيتي سنترال كبيرة. هذاك الحاسوب المركزي عند في واحد كونتروبور، داك العد التنازلي، واحد النهار ديكلونشي عليهم داك العد التنازلي، تم جاي نازل صافي، داك العد داكشي كلشي غادي يمشي، إلا وصل للزيرو كلشي غادي يمشي، وغادي كيحسب 940 939 ويجي هابط. جابوا دوك لي تكنيسيان، دوك لي زانجينيور، قلبوا تاعي والو، اتصلوا بالشركة الأم في الأمريكان، الولايات المتحدة الأمريكية، قال لهم غادي نصيفط لكم أن تكنيسيان ونجيب لكم سميتو دوك لي بيس دو روشونج ونصاوبوه لكم. المشكل هو أن داك البيس دو روشونج ما كاينش، ما كاينش. السائق ديال المدير ديال الشركة، المدير العام ديال الشركة، كيعرف هذا الولد هذا، قال له ودي راه كاين واحد السيد كنعرفو راه مبرمج وكذا، وهذه قال له ودي هادشي راه بزاف عليه، نجيبو نشوفو، نجيبو على الله وصافي. جابوه دخل، هز واحد الصويك صغير بحال ديال الحمام، هز فيه طرون فيسات وبانسات، دخل اش كاين؟ قال له ودي راه كاين، كاين كاين، الناس غادي يجيو امريكان باش يصاوبوه لينا، بابيي دو شونج ما كاينش. قال له ودي راه كاين غير واحد البين، حجرة صغيرة، هذاك الحجر ديال الماكل، حجرة صغيرة هي اللي مشات، الصلاحيه ديالها نتاعت ما بقاش فيها الشارج، ملي ما بقاش فيها الشارج اوتوماتيكمون ما كتبقاش تحافظ لا على التاريخ ولا على ساعه ولا على داك الكونتروبور. وشنو هو الحل؟ راه ما كايناش، انا قلبنا عليها ما كايناش. قال لي مودي راه كاين الحل، لا نصوبها دابا، طورنو فيس حل، نصب داك المسائل هذه، جبد هذيك الحجره وكيتسناو فيها اش غايدير المدير، كيشوف فيه كيبان ليه يخرج، خرج من الإدارة، مشى للشانطي، حداهم الشانطي، هذيك الحجرة شداو وحكها فوق التروطوار، حيت ما عندوش كارت الحراج، حكها في التروطوار، لقيت اللي حكها في التروطوار، طلع ركبها، كونتروبور رجع طلع لبلاصتو، سد، صافي هو خدام. المدير بغى يطير بالفرحة، المدير بغى يطير بالفرحة، جا داك الشيء غريب، المغاربة كيديروا هاد الشيء. وهذا المدير هذا اجنبي امريكي الجنسيه داخل، كيفاش درتي هذا الشيء؟ قال له ديك البيرا كتعاود تطلع على هذيك الانرجي، شحال حسبتي علينا؟ قال له ودي انا ما المغاربه كتعرف دابا، المغاربه كيبغى كيعرفوا الفتوح، اعطيني على الفتوح، جبدوا لي 2000 درهم، قالوا تخدم معانا، ما بغاش يخدم معاهم لان ما يقدرش يلتزم بالوقت، ملي باقي صغير ما يفيقش مع الوقت، مع والامكانيات اللي عنده هنا في دماغه، ما يخدم على راسو. على كل، شكرا على المتابعه، والى حلقه اخرى ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.